فضيلة شيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم وخطيب ثورة 25 يناير. شيخ مظهر، أهلا وسهلا. دكتور مظهر، يعني ما تحليلك لما حدث في ميدان التحرير الليلة؟ يعني الليلة هي ليلة سوداء من الليالي السوداء التي عاشتها مصر، وبعد أن شطنا أو خضنا شوطا كبيرا في حل المشكلة بين الشعب وبين الشرطة، إلا أن المشكلة بدأت تعود من جديد. النهاردة في يعني قيل أن رجال الشرطة قبضوا على 7 شباب وبينهم بنت أو بنتين تقريبا، ممن كانوا معتصمين الليله امام مسبيرو وامام مسرح البالون تقريبا او في ميدان التحرير. الروايات كثيره ومتعدده، وبالتالي حصل هناك غضب من حوالي اكثر من 200 شاب كانوا موجودين في التحرير، الا ان الشرطه يعني تدخلت بشكل لم يرضي هؤلاء او بشكل عنيف، فتكاثر الشباب ودعوا بعضهم، والان في التحرير اكثر من 4000 تقريبا او اكثر من ذلك شاب. ونحن جئنا الليله في التحرير علشان من اجل ان نحل هذه المشكله بين الشباب وبين الشرطه. تحدثت شخصيا مع الان مع سيد مدير الامن القاهره اللواء محسن مراد، طلبته بالانسحاب الفوري، وقال لي نحن على استعداد بالانسحاب بشرط الا يعني يتقدم الثوار. ففتحت مسجد عمر مكرم الان وناشدت الثوار بعدم ترك ميدان التحرير واعطاء الفرصه لرجال الشرطه بالانسحاب، وطالبت رجال الشرطه بعدم اطلاق اي رصاص او اي قنابل مسيله للدموع او قنابل غازيه وما الى ذلك. لكن لا زالت الحاله الحقيقه غير مستقره، وهناك بعض الشباب اتوا الى المسجد واستجابه لهذا النداء، وبعض الشباب لا زالوا في التحرير. هناك اشتباكات بين الشرطه وبين هؤلاء الشباب. نحن لا نريد على الاطلاق ان ننحدر في هذا المعترك الذي سيظلم الثورة المصرية، لا نريد على الإطلاق أن نفقد أكثر من عدد أكثر من شهدائنا. هناك إشاعات تقول بأن هناك إطلاق رصاص أو قنابل خانقة، وهناك حالات أصيبت بالفعل، وبالتالي الأعداد تتزايد، بالتالي هناك غضب شديد. لكننا نحاول، ومعي مجموعة كبيرة جدا من شباب الثورة، معي الدكتور هاني حنا، معي الاستاذ احمد عبد الجواد، معي الاستاذ محمد طلعت، معي الدكتور حيد، معي شباب كثيرون، نحاول ان نفض هذا الاشتباك مع مراعاه عدم ترك ميدان التحرير وعدم التنازل عن مطالبنا والافراج الفوري عن الشباب الذين اعتقلوا هذا اليوم. وربما يقول لنا موقف اخر مع السيد وزير الداخليه او من تسبب في هذه الفتنه وفي هذا الموقف الحرج واشتعال هذه الأزمة بيننا وبين الشرطة من جديد. أنا أطالب من خلال قناة الجزيرة رجال الشرطة بالانسحاب الفوري الآن، وأنا أعلم أن شبابنا في أرض التحرير هم شباب وعهم شباب مثقفون، ولن يغادروا هذا الميدان ولن يقتحموا وزارة الداخلية كما يظن البعض. هناك أزمة حقيقية تعيشها مصر في هذه اللحظة. مسجد عمر مكرم الآن ذكرني بليلة 28 من يناير، جمعة الغضب الأولى. الآن نحن على مشارف يعني ربما أيام أو على يعني نحن سنواجه أيام ستكون صعبة بين الشعب وبين الشرطة وبين الشعب وبين الحكومة، لأن الشرطة في النهاية هو جهاز تابع للحكومة. ما كان ينبغي على الإطلاق أن تتعامل الشرطة بهذا الشكل مع الثوار، ما كان ينبغي على الإطلاق أن تنزل رجال الشرطة ومعها القنابل المسيلة للدموع أو القنابل الغازية، ما كان ينبغي على الإطلاق أن تطلق رصاصة واحدة حتى ولو كانت رصاصة غازية أو رصاصة مفرقة أو ما إلى ذلك. هذه الأمور تعيدنا إلى الوراء، هذه الأمور من شأنها أن تشكل أزمة جديدة بيننا وبين الشرطة. نحن لا نملك أو عصا سحرية لنفرق المتظاهرين، نحن لا نملك عصا سحرية لحل المشكلة، ولكننا ومعي مجموعة من العقلاء نحاول إيقاف المشكلة، نحاول أن نصد هذه الفتنة، نحاول أن ألا نفقد شهيدا أو شهيدين أو أكثر في هذه اللحظات. وبالتالي أنا ناشدت من عمر مكرم من هنا من التحرير كافة المتظاهرين بالتواجد في أماكنهم، ناشدت الشرطة بالرجوع إلى مقراتها مرة أخرى. والحقيقة أن السيد مدير الأمن ومعه اللواء أسامة الصغير ومعه مجموعة من كلموني شخصيا وطلبوا مني يعني إعطائهم الفرصة للانسحاب.
نحن الآن نعطيهم فرصة الانسحاب ليبرهنوهم عن صدق نواياهم ويبرهنوا عن يعني عن أنهم لا زالوا عند وعدهم لنا وأنهم لن يطلقوا رصاصا علينا وما إلى ذلك. وإلا لو تفاقمت المشكلة سيحدث ما لا يحمد عقباه. أنا الآن في مسجد عمر مكرم أتذكر أيام الثورة، معي شباب الآن في المسجد مصابين، بعض المصابين في المسجد، هناك حالات لشباب مختنق من الغازات ومن القنابل المسيلة للدموع، لكن نتمنى بإذن الله أن نستطيع ومعي هؤلاء الشباب أن نحل هذه المشكلة حالا بإذن الله. فضيلة الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم وخطيب ثورة 25 يناير، شكرا جزيلا لك.